بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الريفيجن بتاعة الهيد. أول حاجة موجودة عندنا في الهيد هي السكالب. عايزين نعرف السكالب، خمس خمسات 25 كلمة. أول حاجة طبقات السكالب: سكين، كونكتيف تيشو، أبينيوروسيس، لوس أريولار تيشو، بيريوستيوم أو بيريكرانيوم. يبقى سكين، كونكتيف تيشو، أبينيوروسيس بتاع عضلة اسمها أوكسيبتو فراكتاليس، لوس أريولار تيشو، بيريوستيوم. خدنا الفيرست أو الانيشيالز بتاع كل الكلمات وعملنا كلمة السكالب. يبقى السكالب SCALB دي اختصار للسكين، كونكتيف تيشو، أبينيوروسيس بتاع الأوكسيبتو فرونتاليس، لوس أريولار تيشو، بيري أوستيوم أو بيري كرينيوم. طيب إيه أهم حاجة عايزين نعرف في كل طبقة؟ إن شورت السكين بتحتوي على هير فوليكلز. اتنين، الكونكتيف تيشو هي بتحتوي على الفيسلز والنيرفز. ده ممكن يكون سؤال ام اس كيو، الفيسلز والنيرفز موجودين فين؟ في طبقة الكونكتيف تيشو. ثلاثة، الأبينيوروسيس بتاع الأوكسيبيتو فرانتاليس، أبينيوروسيس بتاع عضلة اسمها أوكسيبيتو فرانتاليس. أربعة، لوس أريولار تيشو وهي الدينجرس أريا أوف سكالب. يبقى الدينجرس أريا أوف ذا سكالب هي الطبقة رقم أربعة. يبقى الطبقة رقم أربعة طبقة اللوس أريولار تيشو هي الدينجرس أريا أوف ذا سكالب. خمسة، البيريوستيوم أو بيريكرينيوم، يبقى ده لازق في السوتشر. Dangerous area of the scalp، ليه سمينا الطبقة رقم أربعة Dangerous area؟ علشان الانفكشن ممكن to be transmitted from this area to cranial cavity عن طريق veins. الفينز دي اسمها immature vein. يبقى immature veins ممكن تعمل transmission of infection من the loose areolar tissue للcranial cavity. يبقى دي اسمها Dangerous area of the scalp. Dangerous area of the scalp يبقى الطبقة رقم أربعة، طبقة اللوس areolar tissue. يبقى دي اول خمسه. تاني خمسه، النيرفز بتاعت السكالب 5 in front of auricle 5 behind the auricle. يبقى كده خمستين. ال 5 in front of auricle 1 motor for sensory، وبرضك ال 5 behind the auricle 1 motor 5 sensory. ادي الاوركل in front of auricle، عندي عضله اسمها frontalis، النيرف سبلاي بتاعها جاي من الفيشال نيرف اسمه تيمبورال برانش اوف فيشال نيرف. فيشال نيرف هو النيرف سبلاي بتاع السكالب والفيس كله. يبقى التيمبورال برانش اوف فيشال نيرف ده الموتور، سبلايز الفرونتاليس. العضله دي اسمها اوكسيبتو فرونتاليس، الجزء اللي قدامي اسمها فرونتال بيلي او فرونتاليس. السنسوري كلها برانشز اوف تريجيمينال نيرف، وترايجيمنا النيرف بدي 3 ديفيجن اسمهم اوفثالميك وماكزيلري ومانديبولار. ادي اوفثالميك وادي الماكزيلري وادي المانديبولار. اوفثالميك ماكزيلري مانديبولار. عندي 4 برانشز، سوبرا سوبرا يعني السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال، دول كانوا طالعين من الاوفثالميك اهو النيرفين دول. سوبرا سوبرا، سوبرا تروكلير يعني فوق البكره، سوبرا اوربيتال فوق الاوربيتال. الاوربيتال هي بتاعت العين، التجويف ده بتاع العين اسمه اوربت. الاثنين طالعين من الاوفثالميك مع اللون الاصفر. اثنين تيمبورال زي جوماتيكو تيمبورال واوريكيلو تيمبورال، زي جوماتيكو تيمبورال من الماكزيلري. ادي زي جوماتيك ودي اللي هو ادي زي جوماتيك ودي التيمبورال. زي جوماتيكو تيمبورال اوريكيلو تيمبورال، ادي الاوريكيلو تيمبل. يبقى الاوريكيلو تيمبورال من المانديبولا وزي جوماتيكو تيمبورال من الماكزيلري. يبقى فرونتال وماكزيلري ومانديبولا، سوبرا سوبرا، سوبرا تروكلير، سوبرا اوربيتال، الاثنين طالعين من الاوفثالميك. زي جوماتيكو تيمبرال طالع من الماكزيلاري، اوريكيلو تيمبرال طالع من المانديبولار. يبقى عندي سوبرا سوبرا من الاوفثالميك، زي جوماتيكو تيمبرال من الماكزيلاري، اوريكيلو تيمبرال طالع من المانديبولار. نعم. النيرفز بيهايند الاوريكل 1 موتور و4 سنسوري. الوان موتور كان البوستيريور اوريكولار بتاع الفيشال نيرف، ده الفيشال نيرف اهو. البوستيريور اوريكولار بتاع الفيشال نيرف بيدي الاوكسيبيتاليس. طب السنسري كلهم من سي 2 سي 3. يبقى الموتور، يبقى البوستيريور اوريكولار، يبقى البوستيريور اوريكولار بيعدي بيحمد الاوركل طالع من الفيشال نيرف بيسبلاي الاوكسيبيتاليس او الاوكسيبيتال بيلي بتاع الاوكسيبتو فرونتاليس. طب والسنسري كلهم كانوا طالعين من سي 2 سي 3.
ثلاثة اوكسيبيتال نيرف، واحد كبير اسمه جريتر اوكسيبيتال، واحد صغير اسمه لاسر اوكسيبيتال، وتالت واحد حمل كلمة الاوكسيبيتال اسمه ثيرد اوكسيبيتال. يبقى عندي 3 اوكسيبيتال، جريتر اوكسيبيتال واللاسر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال، الرابع للاوريكل اسمه جريت اوريكولار. يبقى انا عندي اربعه ان فرونت اوف اوريكل سنسوري، اربعه بيهايند الاوريكل سنسوري. الاربعه ان فرونت اوف اوريكل سنسوري سوبرا 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 تروكليار سوبرا اوربيتال. اتنين بينتهوا بكلمه تمبورال زي جوماتيكو تمبورال اوريكولو تمبورال. طب البيهايند الاوريكل ثلاثه اوكسيبيتال، جريتر اوكسيبيتال والليسر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال، والرابع للاوريكل اسمه جريت اوريكولار. يبقى اربعه قدام اربعه ورا، وواحد موتور قدام واحد موتور ورا، والاثنين من الفيشال. ايه الارتيريال سبلاي بتاع الاسكالب؟ خمسه ارتري، سوبرا 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 تروكليار سوبرا اوربيتال سوبر فيشال تمبرال وبوستيريور اوريكولار واوكسيبيتال. يبقى خمسه سوبرا سوبرا، وهم نفسهم خمسه نفس الفينز برضه، سوبرا 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 تروكليار سوبرا اوربيتال سوبرفيشال تمبرال بوستيريور اوريكولار اوكسيبيتال. اول اثنين كانوا طالعين من الانترنال كاروتيد ارتري عن طريق الاوفثالميك. الاوفثالميك ده الارتري بتاع العين، طالع من الانترنال كاروتيد ارتري بيطلع السوبرا سوبرا. يبقى السوبرا سوبرا طالعين من الانترنال كاروتيد. منين من الانترنال كاروتيد؟ من الاوفثالميك. الاوفثالميك الارتري بتاع العين. والثلاثة اللي فاضلين كلهم طالعين من الاكسترنال كاروتيد، سوبرفيشال تمبرال بوستير اوريكولار واوكسيبيتال ارتري. يبقى اثنين طلعوا من الانترنال كاروتيد ارتري سوبرا سوبرا، وثلاثة طلعوا من الاكسترنال كاروتيد ارتري سوبرفيشال تمبرال والبوستير اوريكولار والاوكسيبيتال ارتري. الفينس درينج خمسة فينز بنفس الاسامي، سوبرا سوبرا سوبر تروكلير سوبر اورتال سوبرفيشال تمبرال بوستير اوريكولار اوكسيبيتال. بس انت ازاي السوبرا سوبرا عملوا الانتيريور فيشال فين؟ السوبرفيشال تمبرال اتحد مع المجزيلري وعمل الريترو مانديبولار اللي بينقسم جوه الجراند انتو تو ديفيجن. يبقى السوبرا سوبرا عملوا الانتيريور فيشال فين، والسوبرفيشال تمبرال اتحد مع فين اسمه مجزيلري وعمل فين اسمه ريترو مانديبولار اللي انقسم لتو ديفيجن. البوستيريور اوريكولار بيتحد مع البوستيريور ديفيجن اوف ريترو مانديبولار وبيعملوا الاكسترنال جاجلر فين. الاوكسيبيتال بتنتهي في بلكسس موجوده هنا تحت الاوكسيبيتال بون اسمها سب اوكسيبيتال بلكسس. يبقى الخمسه فينز انتهوا ازاي؟ سوبرا سوبرا عملوا الانتيريور فيشال فين، سوبرفيشال تمبرال اتحد مع المجزيلري وعمل الريترو مانديبولار. البوستيريور حن البوستيريور زيه، البوستيريور اوريكولار اتحد مع البوستيريور ديفيجن اوف ريترو مانديبولار وعملوا اكسترنال جيجلر فين. اخر حاجه الاوكسيبيتال عمل بلكسس موجوده تحت الاوكسيبيتال بون اسمها سب اوكسيبيتال فينس بلكسس. تعال نحل مع بعضنا شويه اسئله كده ام اس كيو. ذا دينجرس اريا اوف سكالب، على طول الطبقه رقم 4 طبقه اللوس اريولار تيشو. ولو جالي سؤال قال لي الفيسلز والنيرفز موجودين في اني لاير اوف سكالب، يبقى الطبقه رقم 2 طبقه الكونكتيف تيشو. ذا فولوينج نيرف سبلايز السكالب بيهايند الاوركل. بيهايند الاوركل يبقى كان عندنا ثلاثة اوكسيبيتال واحد جريت اوريكولار، يبقى انا ادور عليهم. ثلاثة اوكسيبيتال اه انا شايف ان في اوكسيبيتال واحد جريت اوريكولار، يبقى اي حاجه فيها اوكسيبيتال كان ثلاثة جريت اوكسيبيتال ليزر اوكسيبيتال ثيرد اوكسيبيتال والرابع اسمه جريت اوريكولار. يبقى دي شويه اكزامبل على اللي هو اسئله على السكالب. بعد كده عندنا الفيس، المسلز بتاعت الفيس. عندي اول عضل اسمها اوربيكولاريس اوكيولاي، اوربيكولاريس يعني باي ذا واي، اوكيولاي يعني حوالين العين. كونه من 3 بارتس، بارت اسمه اوربيتال بارت اللي هو ده، بارت اسمه بالبيبرال وكلمه بالبيبرال يعني جفن، وبارت اسمه لاكريمال، لاكريمال حوالين الكيس الدمعي، لاكريمال يعني دمعي، كيس الدمعي، لاكريمال ساك، كيس الدمعي. اوربيتال بارت حوالين البوني اوربيت، بالبيبرال بارت دي حوالين الايلت، اللاكريمال بارت حوالين اللاكريمال سلاك، ساك، جزء من اللي هو اللاكريمال ابريتس اللي هو
اللي هو ايه السيستم بتاع الدموع بتاع العين. ايه النيرف سبلاي؟ النيرف سبلاي في السكالب وفي الفيس هو فيشن نيرف، يبقى النيرف سبلاي هو فيشن نيرف. الاكشن اوربيتال بارت بتعمل فورسبل كلوجر اوف ذا اي، بالبيبرال بتعمل لايت كلوجر اوف ذا اي، اللاكرمال بتوسع اللاكرمال ساك، يعني بت هيلبس ان درينج اوف تيرز، بتساعد على تصريف الدموع. يبقى انا عندي هنا الاوربيتال بتعمل فورسبل كلوجر اوف ذا اي، بالبيبرال بتعمل لايت كلوجر اوف ذا اي، اللاكرمال بتوسع بتعمل دايليت اللاكرمال ساك. دي اول عضله. تاني عضله مهمه اسمها باكسينيتور، العضله دي اسمها باكسينيتور، ادي رسمتها. مكونه من ايه الباكسينيتور؟ ابر فايبر ولور فايبر وميدل فايبر، يبقى عندي ابر وميدل وعندي لور فايبر، ابر وميدل ولور فايبر. الابر فايبر طالعه من المجزلة اوبوزيت 3 مولار تيث، اللور فايبر طالعه من المانديبل اوبوزيت 3 مولار تيث، الميدل فايبر طالعه من ليجمنت او رفيه اسمه تيرجو مانديبولار ليجمنت او تيرجو مانديبولار رفيه. يبقى انا عندي الابر فايبرز الاورجن بتاعها من المجزلة اوبوزيت 3 مولار تيث، اللور فايبرز طالعه من المانديبول اوبوزيت 3 مولار تيث، اما الميدل فايبر الاورجن بتاعها من تيرجو مانديبولار رفيه. الانسرشن الابر فايبرز في السكين بتاع الابر ليب، اللور فايبرز في السكين بتاع اللور ليب، الميدل فايبر اللي تحت بقى فوق واللي فوق بقى تحت، يعني دي كاسيت، اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق دي كاسيت، اللي تحت عمل انسرشن في الابر ليب واللي فوق عمل انسرشن في اللور ليب، يبقى الميدل فايبر دي كاسيت دخلت، الجزء اللي كان فيها فوق نزل لتحت والجزء اللي موجود تحت طلع فوق. النيرف سبلاي كان معتاد هو الفيشال نيرف. الاكشن بتاعت العضله نمره واحد بريفينس الاكيوميليشن اوف ذا فود ان ذا فيستيبيول اوف ذا ماوث كافيتي. الفيستيبيول هو المدخل بتاع الماوث كافيتي اللي بشاور عليه، اللي اوتسايد التيث يعني. إيه الاكل لما الواحد بياكل بيتجمع في الفيستيبيول، العضله بتعمل كونتراكشن ترجع الاكل مره تاني بين السنين وترجعه على اللسان. يبقى الماسل بريفينس الاكيوميليشن اوف ذا فود ان ذا فيستيبيول اوف ذا ماوث كافيتي. اثنين بتعمل بروبر كلوجر للانجل اوف ذا ماوث. يبقى prevents dribbling of saliva، بتمنع ان الرياله تنزل، تعمل proper closure. ده الاكشن بتاع الفايبر اللي بتعمل decussation، عشان الواحد يقول لك طب اللي فوق واللي تحت واللي تحت بقى فوق، دي decussation دي عشان تعمل proper closure للانجل of mouth cavity. تالت عضله اسمها orbicularis oris muscle. النيرف سبلاي كان معتاد هو الفيشن نيرف. الاكشن بتعمل فرنش كاس، زي الواحد بيبص ايه ابنه صغير فرنش كاس. عندنا النيرف سبلاي بتاع الفيس موتور وسنسوري. الموتور هو الفيشيال نيرف، بيطلع عن طريق فورم موجود في السكال اسمه ستايلو ماستويد فورم، وبيدخل جوه الجراند اسمها باروتيد جراند، وبينقسم لخمس برانشات بيجمعهم كلمه توتو زواغ بدري مع سوسو. توتو زواغ بدري مع سوسو، توتو اللي هو تيمبورال زواغ زيجوماتيك، بدري يبقى باكال مع مارجنال مانديبولار، سوسو يبقى سيرفيكال، تيمبورال زيجوماتيك باكال مارجنال مانديبولار سيرفيكال، بالتيمبورال زيجوماتيك باكال مارجنال مانديبولار سيرفيكال. تو تو زواج بدري مع سوسو، يبقى 5 تيرم برانش، تحط ايدك على كفك كده على وشك يطلع الخمسه برانشز. بس غير ال 5 تيرم برانشز هي بتدي برانشين بيبتدوا بكلمه بوستيرور. بوستيرور اوريكولار ده للاوكسيبيتاليس، ونيرف للبوستيريور بيلي اوف دايجستريك وستايل هايد. مثلا تو ماسلز هناخدهم في الفيس، العضله دي اسمها بوستيريور بيلي اوف دايجستريك وستايل هايد. البرانشين بيبتدوا بكلمه بوستيريور، يبقى الفيشال نيرف رقم سبعه بيدي سبعه برانشات، تو برانشز بيفور انترينج باروتيد جراند اند فايف تيرمينال برانشز، يعني المحصله ان هي 7 برانشز. مشهور قوي الانجري بتاع الفيشن نيرف اسمه بيلز بولسي، واحد بيتعرض لدور بارد بيحصل اديما حوالين الفيشن نيرف وهو طالع من السلسله المستويه الفورمين، تلاقي الواحد عنده ان ابيليتي تو اليفيت اللي هو الاي براوز علشان فقد العضله اللي اسمها فرونتاليس، ان ابيليتي تو كلوز الاي علشان فقد العضله اللي اسمها اوربيكولاريس اوكيولاي. هتلاقي في عندي اكيوميليشن اوف ذا فوت ان ذا فيستيبيول اوف ذا ماوث كافيتي، يبقى عندي هنا ودريبلينج اوف سلايفا لان فقد الباكسينيتور، وفي اوبليتريشن للنزل لابيال فولد. الفولد ده اسمه نزل لابيال فولد، لو واحد فقده يبقى عنده باراليسيز في السيم سايد اوف ذا فيشيال نيرف. بس دي اسمها بيلز بولسي.
السنسور سبلاي كل الفيس سبلاي بالترايجيمينال نيرف ما عدا الحته اوفر الانجل اوف مانديبول واوفر الباروتيد. الحته اوفر الانجل اوف مانديبول واوفر الباروتيد دي سبلاي بالجريت اوريكولار نيرف. بعد كده كل الفيس سبلاي بالبرانشز اوف ترايجيمينال نيرف اوف ثالميك وماكسيلاري مانديبولار ده سنسيشن. يبقى الفيس ما بين 5 و7. ترايجيمينال نيرف العصب رقم 5 بيدي سنسيشن احساس للوجه، لكن الفيشيال نيرف ده موتور سبلاي للماسل اوف ذا فيس. فيشيال نيرف عشان الحركه، لكن الترايجيمينال نيرف عشان احساس. ميه سخنه كويس، حد عضك في خدك، حد قرصك، حاجه من هذا القبيل. البلاس سبلاي بتاع الفيس عندي ارتر اسمه فيشيال ارتري، ده طالع من الاكسترنال كاروتيد ارتر، بيبقى ريليتد لثري انجلز. احفظ ثري انجل: انجل انترو انفيرو انجل اوف ماسيتا، انجل اوف ماوث، انجل اوف اي. كده اهو ارسمه كده، يبقى انتر انفيرو انجل اوف ماسيتر 1 سنتيمتر بيهايند الانجل اوف ذا ماوث، ينتهي عند الانجل اوف ذا اي. انجل انجل انجل، احفظ فيه 3 انجلز. البرانشز البرانشز بتاعته انفيرو ليبيال، سوبيرو ليبيال، لاترال نيزل، انجلر. يبقى انفيرو ليبيال، سوبيرو ليبيال، لاترال نيزل، انجلر. يبقى وي هاف 5 وي هاف 4 برانشز. الفينس برانش اوف ذا فيس تو فينس، انتيرو فيشال او فيشال هاف وريترو مانديبولار. الانتيرو فيشال او الفيشال ده هو الاهمهم، بيجي بالتحت تو فينز اللي احنا قلناهم في السكالب، السوبرا تروكلير والسوبرا اوربت، وبينتهي بيحن الواحد انتيرو زيه، يعني الانتيرو فيشال بيحن الانتيرو ديفيجن اوف ريترو مانديبولار ويعملوا فين اسمه كومن فيشال فين. كده يبقى السوبرا سوبرا تحته عمل الانتيرو فيشال، الانتيرو حن الانتيرو زيه الانتيرو ديفيجن اوف ريترو ترو مانديبولار، ده اسمه ريترو مانديبولار، انتير ديفيجن في ريترو مانديبولار، وعملوا بين اسمه كومن فيشال بين. يهمني قوي ان احنا نعرف الكوميونيكيشن بتاع البين ده. عنده تو كوميونيكيشن، دايركت كوميونيكيشن عن طريق السوبيريور اوف ثيرميك فين. يبقى السوبيريور اوف ثيرميك فين بيعمل له كوميونيكيشن مع ساينس جوه السكال اسمها كافيرنا ساينس. وان دايركت كوميونيكيشن، الان دايركت كوميونيكيشن عن طريق الديب فيشال بين، تربطه بتريجويد فينس بلاكسس اللي هتربطه بالكافيرنس ساينس. يبقى ايه الفين ده كونكتد ويز كافيرنس ساينس ثرو تو وايز، واحده دايركت السوبيريور اوف ثيرميك فين، واحده اندايركت ديفيشال بيجي في بلاكسس اسمها تريجويد فينس بلاكسس، بنسميها كده عشان حوالين لاترال تريجويد باس، بيطلع فين يوصل للكافيرنس ساينس. يبقى وي هاف تو كونكشن، واحد دايركت والتاني اندايركت. الدايركت السوبر اوف ثيرمال بين، الاندايركت عن طريق الديفيشال تريجويد فينس بلكسس كافيرنس ساينس. ده ليه كل الكلام ده بقوله؟ عشان في عندي اريا اسمها دينجرس اريا اوف ذا فيس. يبقى دينجرس اريا اوف ذا سكالب كانت الاريا رقم 4 اللي هي اللوس اريولار تيشو. دينجرس اريا اوف ذا فيس الاريا اراوند النوز والاراوند الابر ليب. الاريا دي عن طريق الفيشال فين اللي احنا لسه قايلينه بيبقى ليه دبل كوميونيكيشن مع الكافيرنا ساينس، واحده دايركت واندايركت، ممكن الانفكشن يوصل للكافيرنا ساينس ويعمل حاجه اسمها كافيرنا ساينس ثرومبوزس. الفين الثاني اللي موجود في الفيس اسمه ريترو مانديبولار، وده معمول بالاتحاد الماكسيلاري والسوبرفيشال تمبورال فين. الريترو مانديبولار بينقسم لانتيرور وبوستيرور ديفيجن، الانتيرور مع الانتيرور والبوستيرور مع البوستيرور، يعني الانتيرور ديفيجن مع الانتيرور فيشال عملوا كومن فيشال، والبوستيرور posterior division مع posterior auricular عملوا فين اسمه external jugular vein. يبقى انا عندي هنا الترومانديبولار ابتدى بالتحد السوبرفيشال تمبورال والماكسيلاري فين، انقسم لتو ديفيجن anterior وبوستيرور، عملوا ايه؟ الانتيرور مع الانتيرور عملوا كومن فيشال، والبوستيرور مع البوستيرور عملوا external jugular vein. تعالوا نحل مع بعضنا بعض الاسئله. The following nerve supplies the skin over angle of mandible. كل اللي فيه سبلايد بالترايجيمينال نيرف ما عدا الحته اوفر الانجل اوف مانديبول اوفر الباروتيد جلاند يبقى الجريت اوريكولار نيرف. ابقى ادور على كلمه جريت اوريكولار واروح واخده على طول. كيس، ما نتخضش من الكيس. A 42 year old gentleman presented to our skull based unit 3 years after increased left side facial weakness. يبقى ابتدى بيتكلم على facial weakness، يعني weakness المصل of the face، يعني هو ابتدى يتكلم على قصة facial nerve. هل الكلام ده صح ولا لا؟ نشوف. which culminated in complete left sided facial paralysis. يبقى هو قال خلاص ان في left sided في facial paralysis. the patient chief complaints were
occasionally drawing of fluid يبقى بيريل يعني salivitis and hearing loss. exam revealed dense left side facial paralysis inability to close the eye. يبقى كل الكلام هو facial. شوفوا الاربع سطور دول لا ما بنطلعش منهم غير بكلمه واحده، انا في facial nerve paralysis. ايه بقى السؤال؟ يعني الواحد ما يقعدش يضيع وقت في كل الكلام ده وقعد بيعيط جنب السؤال. ايه السؤال؟ خلاص انا طلعت منه بمعلومه، هو الفيشن نيرف مضروب. What is the exit of the affected nerve from the skull؟ يبقى هو عايز يعرف الفيشن نيرف طلع منين من السكال؟ كان بتطلع من فرمن اسمه ستايلو ستريت فرمن، ادور عليه ستايلو ستريت فرمن. يبقى اربع سطور طلعت منها بكلمه واحده، السؤال الاكزيت بتاع النيرف من الستايلو ستريت فرمن. A 35-year-old woman hospitalized due to cavernous sinus thrombosis. Cavernous sinus thrombosis. يبقى احنا بنتكلم على قصة facial vein. في direct communication وindirect. Indirect عن طريق superior ophthalmic. Indirect عن طريق trigoid venous plexus. يبقى انا قاعد بدور. بيقول لك الدايركت يبقى عايز superior ophthalmic vein. لو جاب نفس السؤال وقال indirect يبقى عن طريق trigoid venous plexus. ما دام دخلنا في cavernous sinus thrombosis يبقى انا بتكلم عن direct او indirect. Direct يبقى superior ophthalmic vein. Indirect يبقى trigoid venous plexus. اخر موضوع موجود عندنا هي اللي هو المسلز بتاعت الماستيكيشن. مسل اوف ماستيكيشن وي هاف تيمبوراليس مسيتر ولاترال ترجويد وميديال ترجويد. تيمبوراليس مسيتر لاترال ترجويد ميديال ترجويد. التيمبوراليس الارج بتاعها طالعه من التيمبورال فوسا اهي وبتعدي ديب للزيجوماتيك ارش زي ما هي من القطع دوتد اهي، والانسرشن بتاعها في الكورونويد بروسيس اللي هو ده. يبقى الارج بتاعها من التيمبورال فوسا والانسرشن بتاعها في البروسيس ده اسمه كورونويد بروسيس. المسيتر الاورجن بتاعها من الزيجوماتيك ارش والانسرشن بتاعها في الاوتر سيرفيس اوف ريماس اوف مانجيبول. يبقى الاورجن من الزيجوماتيك ارش والانسرشن بتاعها في الاوتر سيرفيس اوف ريماس اوف مانجيبول. اللاتر ترجود ليها ابر ولور هيد. الابر هيد طالع من الجريتر وينج اوف سفينويد. الحته دي اسمها جريتر وينج اوف سفينويد، العظمه الصفراء دي سفينويد. واللور هيد ال ال طالعه من اللاترال سيرفيس اوف لاترال ترجويد بلين. يبقى انا عندي ابر ولور هيد. ابر هيد من الجريتر وينج اوف سفينويد ده، واللور هيد طالعه من اللاترال سيرفيس اوف لاترال ترجويد بلين. طب العضله بتعمل انسرشن بتاعها فين؟ في النيك اوف ذا مانجيبول. بتعمل حته حفره باسمها فوفيا تريجويدي. فوفيا يعني حفره، تريجويدي يعني لاترال ترجويد. اثنين ماسكه في اللون الاصفر ده اسمه الكبسول. ثلاثة ماسكة في الديسك اللون الأسود ده اسمه articular disc. يبقى ماسكة في ثلاث حاجات، إن الفوفيا اللي هي موجودة هنا وده اسمه articular disc. الكبسول مش واضح هنا، يبقى الفوفيا والarticular disc. فوفيا تريجويدي والarticular disc والكبسول of the temporal mandibular. يبقى دي اسمها lateral trigoid. الميديا تريجويد اللي هي superficial وديب هيد ماسكة في المجزيلاري تيوبروستي ورا آخر سنة، حتة البروز ده ورا آخر سنة اسمها مجزيلاري تيوبروستي، وماسكه في الميديال سيرفيس اوف لاترال ترجويد بليت. يبقى خدوا بالكم ان اللاترال ترجويد بليت من بره بيدي الاورجن بتاع اللاترال ترجويد، ومن جوه بيدي الاورجن بتاع الميديال ترجويد. يبقى اللاترال ترجويد بليت ده بيدي اتاتشمنت لعضلتين، اللاترال ترجويد من بره، الميديال ترجويد من جوه. الانسرشن بتاعها في الانر سيرفيس بتاع الانجل اوف مانجيبول. انا كسر المانجيبول. يبقى لو انا جاي ببص على الانسرشن بتاع المسل اوف فاستيكيشن، التمبوراليس في الكورونويد بروسيس، واللاترال ترجويد في الفوفيا، وام ام ام من بره ام من جوه. ام من بره ماسيتر في الاوتر سيرفيس اوف ريماس اوف مانجيبول، وميديا ترجويد من جوه في الانر سيرفيس اوف انجل اوف مانجيبول. النيرف سبلاي كله بالمانجيبولار اوف تريجيمنال نيرف. المسل اوف ماستيكيشن مش بالفيشن نيرف، بالمانجيبولار اوف تريجيمنال نيرف. كلهم بياخدوا من المين ترانك، سوري كلهم بياخدوا من الانتير ديفيجن اللي هو ده، ما عدا الميديا ترجويد بتاخد من المين ترانك. وده ممكن يطلع سؤال ام سي كيو. The only muscle of mastication which is supplied من المين ترانك is medial trigoid. يبقى كل العضلات بتاخد من الانتيرير ديفيجن اوف مانجيبولار نيرف. الوحيده اللي بتاخد من المين ترانك يعني من المانجيبولار نيرف قبل ما ينقسم هي الميديال trigoid. ممكن نحفظها ام ام مين ترانك ميديال trigoid. ام ام مين ترانك ميديال trigoid. الاكشن كل العضلات بتعمل اليفيشن للمانجيبول يعني تقفل البؤ، ما عدا العضله الوحيده اللي بتعمل ديبريشن هي اللاترال ترجويد. احفظها كده، اول ليفين سبت اللاترال ترجويد بتعمل ديبريشن، اول بروترود ما عدا البوستيريور فايبر اوف تيمبوراليس، اخر فايبر اوف تيمبوراليس بتعمل ريفراكشن. يبقى كلهم بيعملوا اليفيشن ما عدا اللاترال ترجويد بتعمل ديبريشن، كلهم بيعملوا بروتروز ما عدا البوستيريور فايبر اوف تيمبوراليس بتعمل ريفراكشن.
السايد تو سايد موفمنت ده الاكشن بتاع الميديال واللاترال تربويد. يعني لو الميديال واللاترال تربويد ناحيه اليمين اشتغلوا زقوا لي بقي ناحيه الشمال، طب لو ناحيه الشمال اللي اشتغلوا زقوا لي بقي ناحيه اليمين، لو اشتغلوا مره يمين مره شمال بس مع سايد تو سايد موفمنت كده. ده ملخص لكل العضلات اللي احنا خدناها، ادي الباكسينيتور البركيولاريس اوكيولاي، النيرف سبلاي بتاع المفيشن نيرف، وادي التمبولايس والماسيتور ميديال ولاتر ترجويد، النيرف سبلاي بتاعهم هو المانجيبلر افتر ايجيمنال نيرف. الاكشن الباكسينيتور بريفنس الاكيوميشن اوف ذا فود ان ذا فيستبيول اوف ذا ماوث كافيتي، بتمنع تراكم الاكل في جنب بق الواحد. اثنين بروبر كلوجر اوف انجل اوف ماوث. الاوربيكولاريس اوكيولاي مسل الاوربيتال بارت بتعمل فورسبل كلوجر، البالبيبرال بارت بتعمل لايت كلوجر، اللاكريمال بارت بتعمل دايلاتيشن للاكريمال ساك. طب المسل اوف ماستيكيشن اول اكسبت كلهم بيعملوا اليفيشن اكسبت اللاترال ترجويد بتعمل ديبريشن، كلهم بيعملوا بروتروجن ما عدا البوستيريور فايبر اوف تمبوراليس بتعمل ريتراكشن. الترجويد مسل بتعمل سايد تو سايد موفمنت. اخر مفصل موجود عندي اسمه تمبرومانديبولار جوينت، ده ساينوفيال كوندايلر، يبقى ده المفصل ده ساينوفيال كوندايلر فرايتي، ليه ثلاثه ليجمنتس موجودين اسمهم سفينومانديبولار ستيرومانديبولار تمبرومانديبولار ليجمنت. ده اسمه تمبرومانديبولار، ده اسمه ستيرومانديبولار، الموجود جوه يبقى اسمه سفينومانديبولار. تعالوا بسرعه مع بعضنا نحل بعض الاسئله. ذا مسل that depresses the mandible is depression، يبقى lateral ترجويد على طول. The following muscle retracts the mandible، retracts يبقى البوستيريو فايبر اوف تمبرالس، دي الاكسبشن. الكومن ما يجيش في الامتحان، لان الكومن يبقى معناها هحط ثلاث عضلات على الاقل، فدايما الاكسبشن. All except. كلهم بيعملوا elevation مع ذا lateral ترجويد بتعمل depression. كلهم بيعملوا protrusion مع ذا البوستيريو فايبر اوف تمبرالس بتعمل retraction. التايب اوف تي ام جي يبقى كان كوندايلر. I hope إن احنا نكون فهمنا. إلى اللقاء في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.